جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل الله مستويا على عرشه أم لا؟ وما حكم من قال إن الله غير مستوى على عرشه؟ وهناك قول أيضا يقول إن الله موجود في كل مكان بذاته. أما الاستواء على العرش فهو ثابت في 7 مواضع من القرآن، وكذلك ثابت في السنة الصحيحة، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا مستوى على عرشه. فقد ذكر سبحانه وتعالى في 7 مواضع من كتابه استواءه على العرش، أولها في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وفي غيرها من سور القرآن. والاستواء على العرش من صفات الأفعال، أما علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته فهو من صفات الذات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات الاستواء على العرش على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى. قال له: الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فقال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الرجل قال: الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال كذا: كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من مجلسه. وهذا هو قول أهل السنة قاطب، مثل قول الإمام مالك رحمه الله. وأما من قال إن الله في كل مكان فهذا حلولي كافر، لأن الله سبحانه وتعالى ينزه عن الحلول في مخلوقاته، فليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، عال على مخلوقاته، مستو على عرشه سبحانه وتعالى. فمن قال إنه في كل مكان فإنه حلولي كافر والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ومن جحد الاستواء، نعم، من جحد الاستواء وهو يعلم وروده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجحده مع العلم فهو كافر. نعم.